معنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من فيينا الصحفي والإعلامي السيد زياد السنجري، مرحبا بك. إذا مع تصاعد حركة الاحتجاجات في البصرة، ما دلالة القمع الحكومي لهذه الاحتجاجات والتظاهرات؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا وسهلا. دلالات واضحة لما تقوم به الميليشيات أو القوات الحكومية التي تقوم بأعمال إجرامية ومجازر بحق أهلنا في مدينة البصرة. بكل تأكيد شاهدنا عدد الضحايا الكبير من الجرحى والشهداء من أبناء البصرة، وخاصة عمليات إطلاق النار على منطقة الرأس تحديدا واستهدافهم من قبل قناصة متواجدين على أسطح المباني بقيادة المجرم قائد عمليات البصرة جميل الشمري، وهو كما يعلم الجميع بأنه أحد قادة الميليشيات، ورغم أنه منتسب للجيش لأنه قام بعدة عمليات إجرامية مثل الحويجة وجامع سارية في ديالى وغيرها من العمليات الإجرامية. فهذه تربية حزب الدعوة وهذه أخلاق حزب الدعوة الذي يحكم العراق منذ 15 عام ولحد الآن تحت منطقة القمع والقتل والإذلال والتنكيل. هل تعتقد أستاذ زياد أن هذه التظاهرات يمكن أن تأخذ منحا آخر مقابل هذا القمع واستمرار الفساد؟ الحقيقة أجد بأن التظاهرات اليوم هي بداية الوضوح للرؤية التامة والاتفاق التام مع كل شرائح المجتمع حول وجود مجموعة من اللصوص تقوم باستنزاف العراق منذ 15 عاما ولحد الآن. نحن نجد بأن التظاهرات ستأخذ منحى وحيد، وهو استبدال الموجودين حاليا في المنطقة الخضراء، استبدال الأشخاص الذين أتوا على ظهر الدبابة. هذا الجيل لا يرتبط بأجندة حزبية، جيل يبحث عن الماء الصالح للشرب، جيل يبحث عن التعليم، جيل يبحث عن الحياة. لأن الأحزاب الحالية زرعت الموت، زرعت اللطم، زرعت المعتقدات البائسة وحكمت باسم الدين، واليوم أصبح الشعب أوعى بكثير من السنوات السابقة وأدرك بأنهم مجموعة لصوص. نعم. مجرد مجموعة لصوص. نعم. طيب صمت المجتمع الدولي، يعني الأمم المتحدة أبدت قلقها مما يحدث في البصرة، كيف تقيم موقف المجتمع الدولي وهل تتوقع أن يصدر منه تحرك إيجابي؟ رأينا ممثل الأمم المتحدة في العراق، واليوم تم تعيين ممثلة أمم متحدة في العراق، نشاهدهم يلطمون ونشاهدهم يزورون القبور ويستبدلون البيوت بالخيم. هذا تعريف الأمم المتحدة بالنسبة للشعب العراقي، بعيدا عن الكلام الدبلوماسي المنمق. نحن نجد بأن المجتمع الدولي الذي ساهم في تدمير العراق بطريقة أو بأخرى عبر جنوده مثل مجموعة كبيرة جدا من الدول، أو عبر صمته عن المجازر التي يتعرض لها العراقيين، نعتقد بأنهم شركاء بطريقة أو بأخرى في تدمير العراق. لكن نحن نعول على المنظمات التي لا ترتبط بالدول، المنظمات الإنسانية التي يحكمها الضمير الإنساني، ونعتقد بأنها منظمات كثيرة ولكن الصوت مغيب. عمليات أنا شاهدت بأم العين، هناك فيديوهات كثيرة تسحب من النت بضغط من الحكومة العراقية، هناك العديد، هناك تفضيل إعلامي واضح نشاهده اليوم. أعتقد بأن المطالب في البصرة وفي ذيقار وفي بغداد وفي كل المحافظات هي مطالب مشروعة واضحة يجب أن ينصت لها المجتمع الدولي ويأخذ دوره. شكرا جزيلا لك من فيينا الصحفي والإعلامي السيد زياد السنجاري.